قلنا على السنجل ان هو عباره عن بروتين بار 1 مرتبط بروتين بس. قلنا الكومبلكس بلا اسم تاني كان اسمه الهولو انزايم واستخدام الوايد او استخدام النصين. سمينا جزء منهم بروتين بار. سميته ايه يا جماعه؟ الابو انزايم او الابو زايم. وجزء تاني سميته النان بروتين بارت اللي عباره عن ايه؟ عباره عن البروجان. الكوفاكتور قسمته لنوعين، نوع سميته اورجانيك ونوع سميته ان اورجانيك. كان الحصه اللي فاتت هم عاملين اورجانيك. هم ان اورجانيك دول هم عاملين يا جماعه؟ هم الميتا. المعادن. قلنا يا جماعه على حسب نوع الميتال وعلى حسب الطريقه اللي بتمسك بيها الميتال مع البنزين قسمت الانزيمات لنوعين، نوع سميته الميتالو انزيم ونوع سميته الميتال اكتيفيتد انزيم. عملت مقارنه سريعه بينهم كده كان فيها ثلاث جمل. الاولى كانت بتقول دكتور الميتالو انزيم الميتال كان موجود فين؟ ايه وظيفته؟ الميتال كان موجود في موقع سميته الاكتف سايت عشان خاطر كان موجود جوه الاستراكشر بتاع البنزين نفسه. لكن ده دكتور كان وظيفته ايه؟ اكتيفيشن. لما رسمنا يا جماعه رسمتين صغيرين كده، رسمه كانت عامله كده وحطينا الميتال جوه البنزين، ورسمه ثانيه كانت البنزين اهو وماسك معاه الميتال. فكنا بنقول كلمتين صغيرين، الاولى دكتور هنا الميتال ماسك تايتلي ولا لوزلي؟ طبعا هنا تايت لكن هنا ماسك لوزلي. فانا كلمه تري ده موجود في الاكتف سايت مسؤول عن الاستراكشر ده ان هو ماسك تايتلي، لكن يا جماعه مسؤول عن مين؟ عن الاكتيفيشن. وقلنا مثال على المثال والديزاين اي حد انت عارفه من شابتر البروتين، يعني السيتوكروم اوكسيديز يعني الكربونيك انهيدريز، اي حد من اللي احنا خدناه من شابتر البروتين. لكن يا جماعه قلنا مثال ان في انزيم اسمه الكاينيز دايما بيحتاج عامل مساعد اسمه ايه؟ دايما بيحتاج عامل مساعد اسمه المغنيزيوم. ده بالنسبه لمين؟ للميتال والميتال اكتيفيتد. ده بالنسبه للان اورجانيك، وخليك فاكر ان الاورجانيك دول نوع من انواع الكوفاكتور، لان رقم اثنين اورجانيك، والاورجانيك دول بيعملوا حاجتين. بص معايا هنا كده، الحاجه الاولى بصوا يا جماعه بنتكلم، حاجه اسمها بروستيتيك جروب، وخدنا الكلمه دي قبل كده. بروستيتيك معناها غريب، معناها صناعي، معناها نان بروتين بارت. بس انا عايز اعلمك على حرف واحد بس في كلمه بروستيتك، الحرف ده حرف الاي بروستيتك جروب، والكلمه الثانيه الكو انزيم. عايز اقول لك محمود الكو انزيم ده نوع من انواع الكو فاكتور، فكلمه كو انزيم لا تساوي كلمه كو فاكتور، كلمه كو انزيم لا تساوي كو فاكتور، كلمه كو انزيم ده نوع من الاورجانيك جروب او من الاورجانيك سبستنس اللي هو نوع من انواع الكوفاكتور. عشان دايما نيجي نقول لك ايه؟ الكو انزيم اللي هو الكوفاكتور، الكو انزيم اللي هو الكوفاكتور، الكو انزيم نوع من انواع الكوفاكتور. خلاص كده؟ يا جماعه التقسيمه دي كلها على بعضها. التقسيمه دي بدات من الاول خالص بالانزيم، قلنا الانزيم يا اما سمبل يا اما كومبلكس. السمبل ده البروتين، وحتى قلنا مثالين عليه انزيم اسمه الامايليز وانزيم اسمه الليبيز. خلاص كده الكلام عليه خلص، مش في حاجه اصلا. هي مشكلته كلها في الهولو انزيم، في الكومبلكس انزيم اللي هو كان عباره عن بروتين ولا بروتين. البروتين بار سميته الابو انزيم وخلص. النوع بروتين سميته الكوفاكتور، والكوفاكتور ده حاجه من اثنين، يا اما اورجانيك حاجه حيه حاجه صحيه حاجه ليفنج، يا اما نان اورجانيك. النان اورجانيك او الان اورجانيك ده الميتال، والميتال مسك بطريقتين، مره كان ميتالو انزيم ومره كان ميتال اكتيفيتد. انا يا جماعه يهمني كلمه واحده، مين تايتلي ومين لوزلي؟ لو عرفت مين تايت ومين لوز بنلاقي الكلام خلص. الاورجانيك نوعين، يا اما بروستيتيك جروب يا اما الكو انزيم، وعايز اقارن ما بينهم بقى. هو يا جماعه لو بدات اقول ان البروستيتيك جروب والكو انزيم وبدات كلمه، طب الكلمه دي اورجانيك ولا ان اورجانيك؟ كو انزيم وبروستيتيك جروب اورجانيك ولا ان اورجانيك؟ طبعا اورجانيك. طب ايه الفرق بين كلمه اسمها بروستيتيك جروب وكلمه اسمها الكو انزيم؟ الاثنين دول يا جماعه عباره عن اورجانيك مولكيولز، اورجانيك جروب، مجموعات اورجانيك. بس فكرتها ايه؟ برضه نفس السؤال،
مين يمسك تايتلي ومين يمسك لوزلي؟ تلك ما واضح اول حرف الار اللي عملت عليه بكلمه تايتلي مين يمسك بيها؟ هو البروستاتيك جروب. حرف الاي في كلمه بروستاتيك يقول لي ده مين؟ ده البروستاتيك جروب بيمسك تايتلي. لكن الكوينزاي بيمسك ايه يا جماعه؟ بيمسك لوزلي. يبقى ده شبه مين؟ بروستاتيك جروب. شبه الميتالو انزايم ولا الميتال اكتيفيتد انزايم؟ شبه الميتالو انزايم. اللي بيمسك لوزلي شبه مين؟ الميتال اكتيفيتد انزايم. السؤال التاني، كونه بيمسك تايتلي هل ممكن يحصل له سيبريشن؟ لا. اقول يا دكتور بص، اثناء التفاعل البروستاتيك جروب دي بترمين بتفضل باوند تو الابو انزايم، تفضل ماسكه في الابو انزايم. ليه؟ اصل هي ماسكه تايتلي، لو كسرتها يبقى كده كسرت المركب. لكن ده يا جماعه كونه ماسك لوزلي فبص بيحصل له سيبريشن اثناء التفاعل. وبعدين ليه يا جماعه حد تاني بعد كده يعمل له ريجنريشن؟ يعني كلمه ريجنريشن يرجع يمسكه تاني. كده يا جماعه المفروض ان تقسيمه الانزيم خلصت. تاني بقى كده تقسيمه الانزيم، تقسيمه الانزيم عندي سيمبل وكومبلكس. سيمبل من السيمبل، الكومبلكس سميته الهولو انزيم. الهولو انزيم عباره عن طرفين، بروتين بارت سميته الابو انزيم وخلص، ونان بروتين بارت. النان بروتين بارت اسمه الكوفاكت، بيشمل تحتيه حاجتين اورجانيك وان اورجانيك. الان اورجانيك دول الميتا، والاورجانيك عضو يا اما بروستاتيك يا اما كو انزيم. كل مره عايز اسال نفسي سؤال، هو ماسك تايتلي ولا ماسك لوزلي؟ في الحالتين، في حاله الاورجانيك وفي حاله الان اورجانيك اللي هما كانوا اثنين، الميتال انزايم والميتال اكتيفيتد انزايم. طبعا انا قلت لك ان في حاله الاورجانيك عندي نوعين، بروستاتيك وكو انزايم، حرف الاي اهو. وده ماسك ايه؟ تايتلي. كونه ماسك تايتلي وهو يفضل ايه؟ هيفضل ماسك مش هيتكسر. لكن ده يا دكتور ماسك لوزلي فسهل ان هو يتكسر ويجي حد تاني يعمل له كلمه اسمها ريجينيشن يرجع يمسكه تاني. هنا يا جماعه مين كان ماسك تايتلي؟ الميتالو انزايم ولا الميتال اكتيفيتد؟ طبعا الميتالو انزايم اللي داخل في الاستراكشر بتاع الانزيم. لكن ده يا جماعه ماسك ايه؟ ماسك لوزلي لان كل وظيفته اكتيفيشن. وطب قلنا هنا مثال قلنا هنا مثال. التاثير بتاعت الانزيم يا جماعه دي مهمه، لان هي دي بدايه الشابتر عشان خاطر البدايه تبقى صعبه شويه، لان في كلام كتير بالذات في اول كلام في اول كلمتين دول. هو اطلع صغير في الحته دي في الامتحان. المفروض يا جماعه ان في كلاسيفيكيشن للبروستاتيك جروب والكو انزايم. الجدول اللي كنت راسمه ده كان كلاسيفيكيشن، كان مقارنه بين هما الاثنين. لكن يا جماعه في كلاسيفيكيشن للبروستاتيك جروب والكو انزايم. عشان موضوع البروستاتيك جروب والكو انزايم كلاسيفيكيشن كله كلام حفظ كله دش، فانا مش هقوله النهارده. اخش على موضوع ثاني مهم شويه عشان يبقى الموضوع مش كله حفظ، ففي شويه حفظ وشويه فهم. عنوان اسمه الميكانيزم اوف اكشن اوف انزايم. ام او ال مكتوبه دي معناها ميكانيزم اوف اكشن، عشان لو شفتها في اي مكان تاني ميكانيزم اوف اكشن اوف انزايم. ازاي الانزيم بيشتغل؟ هل توصلني او تركز فيها لما اقوله عشان الكلام ده رخم شويه، عشان عايز الكيرفات وحاجات ليها علاقه بالفيزياء وطاقه وكلام كتير كده. بقول يا جماعه ان التفاعل اللي بيحصل جوه او بره الجسم، لما جبت الانبوبه بتاعت الانون وحطيت عليها شويه من البريدكت وقفت قدام الانبوبه 100 سنه ما كانش يحصل تداعي. ليه؟ اللي جمع مفيش طاقه. المركبات اللي موجوده قدامي زي ما عملنا المره اللي فاتت وقلنا دكتور لو عندي مركب اهو اسمه سي او او اتش، الناس اللي سرحانه ورا. مركب اهو. المركب تاني اسمه الار او اتش. ده مركب مستقر وده مركب مستقر، ليه اتحدوا مع بعض؟ عشان كده يا جماعه لما جيت حطيت محلول البنديكت بتاعي وحطيت عليه انون وسبتهم كده ما حصلش حاجه. كان لازم يا جماعه؟ كان لازم اسخن. افترض معايا المركب بتاعك اهو، وافترض معايا ان دي الطاقه بتاعته، كان مقدارها مثلا 10، مثلا 110. لما سخنت اخبار الطاقه بدات تزيد. بص الطاقه اللي حصلها يا جماعه بدأت تزيد 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 لحد ما وصلت مثلا ل 100. عند الطاقة اللي اسمها 100 الدكتور وأنا بزيد في الطاقة وأنا بزود درجة الحرارة بالحرارة كان إيه اللي بيحصل؟ الطاقة الحرارية بتتحول لطاقة حركية فتبدأ البطاقات اللي موجودة دي تتهز، يحصل لها فايبريشن فايبريشن مع فايبريشن مع فايبريشن لحد ما تتكسر البطاقات دي هنا كده في النقطة. لما اتكسر البومب بقى المركب ده غير مستقر والمركب ده غير مستقر، ايه اللي يحصل؟ يتحدوا مع بعض.
عايز اقول كلمه صغيره دكتور، هو انا لما وصلت للنقطه دي اللي هي عند الطاقه المساويه، هل المركبات دي كانت مركبات مستقره؟ لا. هل المركبات دي تخرج في التفاعل؟ لا. لا ليه؟ دكتور دول لسه هيتحدوا مع بعض عشان خاطر يطلعوا لي حاجه اسمها البرودكت اللي هو الناتج بتاع التفاعل. دكتور طب دول بسميهم ايه؟ بسميهم مركبات وسطيه في التفاعل، انترميديت. بمعنى انا هرسم قدامكم دلوقتي كيرف، الكيرف ده هيطلع لي منه ثلاثه ديفينيشن. ركز بقى معايا كده كويس. الكيرف بيقول ايه؟ الكيرف يا جماعه بيدرس العلاقه ما بين الطاقه الانرجي وما بين الوقت، وانا ماليش دعوه بالوقت دلوقتي. انا عايز اتكلم على مين؟ على الطاقه. بصين بقى كده السبستريت اهو. ده السبستريت. الطاقه بتاعته هنا. افترض مثلا مقدارها كان 10. ده مقدار الطاقه. البرودكت بتاعي يا جماعه اهو. يعني ايه؟ عايز اقول لك دكتور ان ده حته كربوهيدرات. دي سبستريت. وانا عايز اكسرها عشان خاطري هطلع منها طاقه. وينفع يا جماعه اقوم واخد الماده بتاعتي اللي اسمها الكربوهيدرات دي ومطلع منها الطاقه كده والتفاعل يمشي كده؟ الاجابه لا. لا ليه؟ قلت لك ان المركب ده مركب مستقر، ايه اللي يخلي البوند بتاعه بيتكسر؟ عشان يحصل التفاعل يا جماعه الاول انا بديله طاقه. عشان يحصل التفاعل واعتبر التفاعل ده موجود بره جسمي، بسخن. فتبدا الطاقه بدل ما هي 10 عصاريه يا جماعه تبدا تزيد لحد ما اوصل عند النقطه اللي هتتكسر فيها البوندات. النقطه دي هي النقطه اللي هيتكسر عندها البوند عشان يكون المركب بتاع مركب غير مستقر. طبعا يا جماعه كون المركب غير مستقر هو كده عمره ما هيطلع في الناتج. كونه غير مستقر فانا بسميه كلمه اسمها انترميديت. دكتور هيظهر كمركب وسطي لكن مش هيستمر. بعد ما وصل يا جماعه لحد هنا تبدا بقى يا جماعه الطاقه اللي انا خدتها دي افقدها تاني لحد ما اوصل لمين؟ للبرودكت. ما انا كان هدفي اوصل لمين؟ كان هدفي اوصل للبرودكت. فانا طلعت عشان خاطر خدت طاقه لحد ما البوند اتكسرت وصلت لحد النقطه دي. هتفهم اكتر لما نسمي بقى النقط دي كلها. ده مين يا جماعه؟ يعني ايه سبستريت؟ يعني الماده الداخله في التفاعل. النقطه اللي فوق دي بسميها كلمه مميزه جدا اسمها ترانزيشن ستيت. كلمه اسمها يا جماعه؟ يعني ايه ترانزيشن؟ ترانزيشن جاب كلمه ترانزيت، جاب كلمه ترانسفورم، جاب كلمه تحول، جاب نقطه اللي هي اسمها مؤقت ترانزيت، النقطه مؤقته. والستيت يا جماعه دي طاقه ولا دي مرحله؟ الستيت طاقه ولا مرحله؟ مرحله. دكتور هي عباره عن مرحله وسطيه موجوده بين ايه وايه؟ مين ده يا جماعه؟ ما بين السبستريت والايه؟ والبرودكت. هل ممكن يا جماعه التفاعل يحصل من غير ده؟ ما حدش يشوف حاجه وصولي هنا. هل كان ممكن يا جماعه التفاعل ده يحصل من غير ما اوصل للترانزيشن ستيت؟ هل كان ممكن اعدي من السبستريت للبرودكت على طول؟ الاجابه لا. لا ليه؟ يا دكتور ما عنديش طاقه كافيه ان هي تكسر البوندات وتعمل لي مركب وسطي عشان يتحدوا مع بعض. دكتور الطاقه اللي انا خدتها عشان اتحول من سبستريت لحد ما اوصل للترانزيشن ستيت، المرحله دي كده يا جماعه، الحته دي كلها على بعضها كده، المسافه دي كلها بسميها كلمه اسمها الاكتيفيشن انرجي. يعني ايه يا جماعه كلمه اكتيفيشن انرجي؟ دي الطاقه اللي خلت المركب بتاعي يتاكتف عشان يعمل التفاعل. سؤالي بقى كده يا دكتور، انا لو معايا حته كربوهيدرات وحطيتها على النار وعايز اشوف الطاقه اللي هتطلع منها، يبقى كده دكتور لو كان جوه السبستريت ده طاقه مقدارها 10 وهنا الطاقه مقدارها مثلا 5، يبقى حته السكر دي كان المفروض تطلع لي طاقه قد ايه؟ من 10 ل 5 يبقوا كام؟ 5. بس كده يا جماعه هتطلع كام؟ لو افترضت ان ده 100 يبقى 100 لحد 5، ده كده هتطلع 95. هل ده الكلام ده مظبوط؟ لا طبعا. لا طبعا ليه؟ لان يا جماعه بص دلوقتي انا بدي له طاقه ولا باخد منه طاقه؟ دلوقتي انا بدي له طاقه ودلوقتي عملت ايه؟ خدت منه الطاقه تاني، فده وصدق. يبقى الطاقه اللي انت خدتها كام؟ انت كانسان خدت طاقه مقدارها كام؟ هو الجزء ده بس اللي هم الخمسه اللي كانوا موجودين جوا. وكانه بيقول لي يا جماعه، وكانه بيقول لي الجزء اللي فوق ده اصلا مالكش دعوه بيه. الجزء اللي فوق ده حصل عشان التفاعل يحصل. لكن الجزء الناتج اللي انت كنت عايزه هو الجزء اللي كان موجود عندنا هنا. ده انا بحسبه العمليات الحسابيه بتاعتي. بمعنى دكتور اولا في عنوان اسمه الاكتيفيشن انرجي. يعني ايه طاقه الاكتيفيشن؟ دكتور الاكتيفيشن انرجي دي انرجي ولا ستيت؟ دي انرجي. اكتيفيشن انرجي اسمها انرجي. دكتور هي الطاقه اللازمه عشان اكتف المركب من اول ما يبدا من كلمه اسمها سبستريت لحد ما اوصل فين؟
الترانزيشن ستيت. بقولها ازاي دي دكتور؟ هو عباره عن الديفرنس في الانرجي، فرق الطاقه ما بين ايه يا جماعه؟ ما بين السبستريت والترانزيشن ستيت. صعبه دي. الفري انرجي اسمها يا جماعه فري انرجي. عارف يعني ايه كلمه فري انرجي؟ دي الطاقه اللي انت هتاخدها لما تكسر الماده. دي يا جماعه الطاقه اللي انا عايزها. مقدارها كام؟ مقدارها كذا. يبقى يا جماعه عباره عن فرق الطاقه بين مين ومين؟ بين السبستريت والبرودكت. شفت الفكره؟ اللي عايز اوصله في الاخر يا جماعه ثلاث ديفينيشن. الاولاني يعني ايه كلمه اكتيفيشن انرجي؟ وخلي بالك ان اسمها انرجي. لما اقول انرجي اقول هو فرق الطاقه. الانرجي ديفرنس ما بين مين ومين؟ مين ومين؟ ببدا بالسبستريت واوصل لحد مين؟ ترانزيشن ستيت. يعني ايه فري انرجي؟ ودي انرجي برضه. يبقى فرق الطاقه بين مين؟ سبستريت والبرودكت. يبقى يا جماعه دايما ببدا بفرق الطاقه ما بين السبستريت وحاجه. سبستريت وترانزيشن ستيت يبقى مين؟ يبقى انا طالع لفوق يبقى ده مين؟ يبقى ده دكتور اكتيفيشن انرجي. وهنزل لتحت لحد البرودكت وده الطبيعي بتاع الطاقه اللي انا عايزها. يبقى يا جماعه لو افترضت معاك دلوقتي ان انا معايا حته كربوهيدرات اهي مليانه طاقه مقدارها مثلا 200. لما هكسر حته الكربوهيدرات دي هتديني طاقه مقدارها 200. يبقى انا بادئ من عندي 200 وانتهي عند فين؟ عند زيرو. من 200 لحد زيرو اسمي الطاقه دي فري ولا اكتيفيشن؟ ايه يا جماعه حط في ايه؟ بقول افترض معايا ان انا السبستريت معايا طاقه مقدارها 200. لما اكسر المركب ده هيديني طاقه هيديني هنا كده زيرو. يبقى انا كده كسرت من كام؟ ال 200 اللي جواها. يا جماعه هم الاكتيفيشن انرجي دي كانت موجوده جوه الجلوكوز؟ كانت موجوده جوه الكربوهيدرات؟ لا دي انا اديتها له. فكل مركب كان فيه طاقه مقدارها 200 ولما كسرته اداني طاقه مقدارها 200. يبقى دي مين؟ دي فري انرجي. لان اصلا الاكتيفيشن انرجي مش موجوده جوه السبستريت اهو. انا اديتها له ورجعت خدتها منه تاني. يبقى تاني يعني ايه كلمه اكتيفيشن انرجي؟ قلت له الاكتيفيشن انرجي هو عباره عن الانرجي ديفرنس، فرق الطاقه ما بين ايه يا جماعه؟ السبستريت والترانزيشن ستيت. يعني ايه فري انرجي؟ يا دكتور هو عباره عن انرجي ديفرنس بتوين سبستريت والبرودكت. اللي موجود جوه المركب هي الاكتيفيشن ولا الفري انرجي؟ قلت له يا جماعه واضح فهم كلمه اكتيفيشن دي حاجه انا بديها له. لا دكتور الموجود جواه هو الفري انرجي. ماشي كلامك؟ مين مش فاهمني؟ الديفينيشن الثالث كلمه اسمها ترانزيشن ستيت. انا هسالك سؤالين يا جماعه. ترانزيشن ستيت دي طاقه ولا ستيت؟ طاقه ولا مرحله؟ دي دكتور مرحله ستيت. قول له دكتور هي عباره عن رقم واحد ده يا جماعه مركب وسطي انترميديت يعني ولا برودكت او سبستريت؟ يعني يا جماعه هل ممكن ده يطلع كده ويفضل خلاص هو ده اخر حاجه؟ لا. قول له رقم واحد دكتور ده انترميديت. رقم اثنين اخبار الطاقه بتاعته هو ايه ده يا جماعه؟ ده اعلى حاجه في الكيرف، ده التوب بتاع الكيرف. بقول له يا دكتور هو عباره عن انترميديت وهاي انرجي ستيت. شفت قلت كلمه ايه؟ ستيت ما قلتش كلمه انرجي. انترميديت وهاي انرجي ستيت موجوده بين ايه ما بين السبستريت والبرودكت. هل ممكن التفاعل يحصل من غير ما حتى الترانزيشن ستيت؟ الاجابه لا. فقول يا جماعه كده انا عندي ثلاثه ديفينيشن. بس انا عايزك بس تزود كلمه صغيره. لما تيجي تتكلم على السبستريت قول كلمه جراوند. يعني ايه جراوند؟ جراوند يعني الارض، يعني اقل حاجه في الطاقه. يعني بقى كده دكتور يعني ايه كلمه اكتيفيشن انرجي؟ دكتور هو عباره عن الانرجي ديفرنس بتوين السبستريت او الجراوند انرجي في السبستريت وايه يا جماعه؟ الترانزيشن ستيت. يعني ايه فري انرجي؟ دكتور هو عباره عن انرجي ديفرنس بتوين الجراوند انرجي في السبستريت اند برودكت. يعني ايه ترانزيشن ستيت؟ يعني كلمتين انترميديت وهاي انرجي ستيت موجوده بين ومين؟ بين السبستريت والبرودكت. لو ركزت يا جماعه بس ثانيه واحده الكيرف اللي قدامك ده هتلاقي ان في ثلاث عناوين. بص سبستريت وترانزيشن ستيت وبرودكت. واللعبه كلها هنا. الطاقه اللي اسمها الاكتيفيشن ما بين السبستريت والترانزيشن ستيت. الطاقه اللي اسمها الفري انرجي ما بين السبستريت والبرودكت. يا جماعه الانرجي دايما مبدئها من السبستريت. اطرح السبستريت من ترانزيشن يديك الاكتيفيشن. سبستريت من برودكت يديك يا جماعه الفري انرجي. طب يعني ايه ترانزيشن ستيت؟ دي عباره عن مرحله وسطيه هاي انرجي وانترميديت وموجوده بين مين ومين؟ السبستريت والبرودكت. قبل ما امسح او نمسح ونرسم كيرف جديد يبقى يا جماعه
بصوا لي كده، لو افترضت معاك ان السبستريت اهو مقدار الطاقه بتاعته كانت مثلا 50، لما ابدا يا جماعه الطاقه تزيد انا بعمل ايه كده؟ كده الاكتيفيشن انرجي بنقول دي اسمها ايه؟ ترانزيشن ستيت، وابدا انزل يا جماعه لحد ما اكون مين؟ البرودكت، وده السبستريت وده البرودكت، النقطه اللي فوق اسمها ايه؟ الترانزيشن ستيت. لو طرحت السبستريت من الترانزيشن ستيت يبقى ده مين؟ اكتيفيشن. لو طرحت السبستريت من البرودكت يبقى ده مين؟ فري انرجي. دكتور الكلام ده لما بيحصل بره جسمي لما يكون في حراره واقدر اسخن، لكن جوه جسمي دكتور وظيفه الانزيم ايه؟ ربنا يا جماعه عوضنا بدل الحراره بنزين. الانزيم ده بيعمل ايه؟ بصوا يا جماعه اللي باللون احمر ده هو الكيرف بتاع الانزيم. بصوا معايا ايه اللي حصل؟ بدا منين يا جماعه؟ برضه بدا من السبستريت، بس بص اسال سؤال اول دكتور، فين الترانزيشن ستيت؟ يعني ايه ترانزيشن ستيت؟ يعني انترميديت وهاي انرجي. فين يا جماعه اعلى نقطه في الكيرف اهي؟ ما بين السبستريت والايه؟ والبرودكت. يعني ايه اكتيفيشن انرجي؟ فرق الطاقه ما بين السبستريت وايه يا جماعه؟ الانزيم عمل ايه يا جماعه؟ عايز اوصل من الكيرف ده الكلمه بتقول ان الانزيم اشتغل ازاي عن طريق ان هو يقلل حاجه اسمها الاكتيفيشن انرجي. دكتور طب ما هو لسه محتاج طاقه اهو. بص معايا وانا درجه حرارتي كام؟ زيرو؟ لا 37. طيب يا جماعه في حراره في جسمي دي من زياده طاقه. مع كده مع الطاقه دي الانزيم موجود. وعشان كده يا جماعه ربنا خلق الانزيم بيعمل ايه؟ كل فرق يا جماعه ده تفاعل بيحصل جوه جسمي لكن ده تفاعل بيحصل بره جسمي. وظيفه الانزيم ان هو يقلل الطاقه اللازمه للاكتيفيشن. ذا انزيم اكت باي، هو يا جماعه ده العباره اللي انا عايزه، هو ده السطر اللي انا عايزه. ميكانيزم اوف اكشن اوف الانزيم بيقول دكتور بيشتغل على طريق ان هو بيقلل بيلور لورنج اللي هي يا جماعه الاكتيفيشن انرجي. دي وظيفه الانزيم. يعني بعد كل الكلام ده عايز اقول لك ان هو دكتور بيقلل حاجه اسمها الاكتيفيشن انرجي. طبعا لو سالتك دلوقتي بقى عليه كلمه اكتيفيشن انرجي، فرق الطاقه بين السبستريت والترانزيشن ستيت. خلاص كده؟ طب بصوا بقى السؤال اللي جاي ده. يا جماعه كل ما التفاعل احتاج طاقه اكتر كل ما التفاعل حصل اكتر ولا اقل؟ يعني كل ما زادت الطاقه اللازمه عشان التفاعل يحصل هيزيد سرعه التفاعل ولا تقل سرعه التفاعل؟ هتقل سرعه التفاعل. ليه؟ كل ما زادت الطاقه اللازمه للانزيم عشان يحصل وكل ما زادت الطاقه اللازمه للتفاعل، يعني كل ما كانت الاكتيفيشن انرجي اكبر التفاعل يحصل ولا ما يحصلش؟ تفهمها ازاي دي؟ بص معايا دلوقتي يا جماعه لو في تفاعل بيحصل عند درجه حراره مقدارها مثلا 20 وتفاعل تاني بيحصل عند درجه حراره مقدارها 50، طب دكتور قال لك درجه حراره عاديه بتاعت الاوضه ممكن التفاعل ده يحصل، لكن التاني محتاج اسخن محتاج طاقه. جوه جسمي نفس النظام، في تفاعل يا جماعه بيحصل عن طريق انزيم، دكتور محتاج مقدار الطاقه اللي هو محتاجها الانزيم ده او التفاعل ده عشان يحصل كان مقدارها مثلا 30. 30 دول بجيبهم ازاي؟ عن طريق درجه حراره جسمي والانزيم. خلاص تحصل. لكن يا جماعه في واحد تاني بصوا له الكيرف بتاعه اهو. ايوه الانزيم هيعمله بس الطاقه دلوقتي محتاجه منها اكبر، وبالتالي يا جماعه معدل سرعه التفاعل هيقل، لان مش كل مره هتكون عنده الطاقه اللي انا عايزها دي. عامل بالظبط يا جماعه لما اروح اشتري حاجه. في حاجه رخيصه معايا فلوس او حاجه غاليه مش معايا فلوس. هو ده معنى كلمة الطاقة. فلوسك بتجيب الحاجة اللي معاك، يعني أنت عايز تجيب الحاجة دي هتجيب على قد الفلوس اللي معاك. لكن يا جماعة لو كان معاك فلوس أكتر، لو كان معايا طاقة كتير والطاقة دي مالهاش نهاية، أه ممكن أعمل أي تفاعل. بمعنى الناس اللي سرحانة. بمعنى يا جماعة بصوا لي كده. أنا دلوقتي لو مش واكل في طاقة في جسمي؟ لا، بعض التفاعلات هتحصل والبعض الآخر مش هيحصل. ليه؟ لأن البعض الآخر ده محتاج طاقة كتير. لكن لو أنا واكلت ما جسمي مليان طاقة، أعمل كل التفاعلات. عشان كده يا جماعه بقول ان التفاعلات لما تحتاج طاقه اكتر عشان تحصل بيقل معدل التفاعل ده، لان مش كل مره الاقي الطاقه بتاعتي موجوده. بكده يا جماعه انا عايز اخرج من موضوع اسمه ميكانيزم اوف اكشن اوف الانزيم على حسب الطاقه باربع عناوين. العنوان الاولاني يعني ايه كلمه اكتيفيشن انرجي؟ قلنا يا جماعه اكتيفيشن انرجي يعني الانرجي ديفرنس بتوين جراوند انرجي والسبستريت وايه كمان؟ والترانزيشن ستيت. رقم اثنين عايز اعرف يعني ايه كلمه ترانزيشن ستيت؟ كلمتين انترميديت وهاي انرجي ستيت موجوده بين مين ومين؟ سب ستيت والبرودكت. رقم ثلاثه الانزيم بيشتغل ازاي؟ باي لورينج ذا اكتيفيشن انرجي، الناس اللي نايمه. رقم اربعه كل ما زاد الطاقه اللازمه
للتفاعل كل ما قل معدل التفاعل بكام. دي يا جماعه كانت اصعب حاجه حصلت النهارده. طيب ميكانيزم اكشن يا جماعه اول نظريه فسروها على حسب الطالب. تاني نظريه فسروها على حسب كلمه اسمها الاكتف سايت. ده يا جماعه شكل الانزيم. ده شكل الانزيم. قلنا ايه ده يا جماعه؟ المره اللي فاتت سميت الموقع ده الاكتف سايت. لو انت فاكر المعادله اللي رسمتها الحصه اللي فاتت كنت رسمت معادله عامله كده. قلت لك ده مين؟ ده السبستريت اللي هو يا جماعه الماده الداخله في التفاعل. فقلنا السبستريت ده هيمسك فين؟ واضح من شكله هيجي يمسك هنا. فسميت الموقع ده اسم تاني سميته السبستريت سايت. اللي هو الموقع بتاع مين يا جماعه؟ بتاع السبستريت. سميته اسم ثالث وسميته كلمه اسمها كاتاليتيك سايت. يعني ايه كاتاليتيك سايت؟ يعني الموقع اللي هيعمل وظيفه الانزيم. ده مش وظيفه الانزيم ان هو عامل محفز كاتاليست، هو بيعمل حاجه اسمها كاتاليتيك فانكشن اللي بيعمل الوظيفه دي. هو الموقع اللي اسمه يا جماعه؟ اللي اسمه الاكتف سايت. تعالى ثلاث اسماء للموقع ده، اكتف سبستريت كاتاليتيك، هم كلهم بنفس المعنى. سؤال بقى بيقول يعني ايه اكتف سايت؟ حد يقول لي الديفينيشن. دكتور الاكتف سايت هو عباره عن سبيسيفيك سايت، موقع معين موجود على الانزيم وظيفته ان هو يمسك في مين؟ السبستريت. دكتور ات از سبيسيفيك سايت اون دي ان اي فور السبستريت. عشان السبستريت يمسك فيه. ده معنى كلمه اكتف سايت. تاني كلمه بتقول بص يا جماعه معايا لو افترضت معاك ان دي كده الانزيم وده كده الاكتف سايت. وانا هجيب السبستريت اهو عشان يمسك هنا. هيمسك ازاي؟ دكتور هيمسك كده اهو. دكتور ما هو كده السبستريت بص عامل ازاي؟ لان المكان بتاعي مش على قده بالظبط، المكان واسع. ربنا يا جماعه خلق حاجه جوه الاكتف سايت دي. خلق موقعين، منطقتين. خلي بالك انا بسمي ده سايت، اكتف سايت، سبستريت سايت، كاتاليتيك سايت. جوه هنا يا جماعه في موقعين صغيرين. بصوا لي كده. اهو واهو. اشمعنى؟ بحس يا جماعه ان الاكتف سايت بتاعي لما يكون عامل كده والسبستريت يجي يمسك كده ممكن دكتور ما يمسكش كويس. بعمل ايه؟ ربنا يا جماعه خلق المواقع موجوده اسمها البايندنج ريجون. يعني ايه بايندنج؟ اللي همسك فيه. بص كده دلوقتي يا جماعه لو السبستريت دخل كده. شايف دخل ازاي؟ دكتور دخل في مكان بحيث لما يجي يتحرك ما يقدرش يتحرك مكانه. خلاص هو كده دخل مسك في المكان ده. كان يا جماعه ربنا خلق الحته الصغيره دي كده عشان خاطر لما السبستريت يجي يبقى السبستريت هو كمان في حته عامله كده. فتقوم دي داخله في دي، يركبوا في بعض. سميت المنطقه الصغيره دي منطقه اسمها الكونتاكت ريجون. يعني ايه كلمه كونتاكت؟ ده المكان اللي هو يعتبر يا جماعه كلمه اسمها البايندنج. ده المكان اللي همسك فيه. طب والناحيه الثانيه الموقع ده بتاع ايه؟ قال دكتور الموقع والناحيه الثانيه برضه في موقع عامل كده بس الناحيه الثانيه وظيفته كلمه اسمها كاتاليسز، كلمه اسمها كاتاليتيك ريجون. عارف كاني قلت ايه؟ كاني قلت يا جماعه ان الاكتف سايت ده فيه موقعين. موقع عشان يمسك بيه وموقع عشان يعمل وظيفته. موقع عشان يعمل بايندنج وموقع عشان يعمل ايه يا جماعه؟ يعمل وظيفه. دكتور بص الاكتف سايت اهو بيقوم داخل ماسك هنا كده. يبقى هو مسك في منطقه اسمها ايه؟ الكونتاكت او بايندنج ريجن. وبعد كده بدا الجزء ده يا جماعه يعمل الوظيفه بتاعته. يعني انا نسيت اسم الكاينيز، ايه وظيفتي؟ اضيف فوسفيت. اضيف فوسفيت ازاي؟ بيجي يا جماعه السبستريت يمسك اهو. وبعدين يقوم يا جماعه الجزء الثاني بقى بدا يضيف فوسفيت على المركب بتاع اسمه السبستريت. كان عندي موقعين، موقع يمسك وموقع يشتغل، موقع يمسك وموقع يضيف، موقع يمسك وموقع وموقف ثاني او موقع ثاني يشيل. على حسب بقى يا جماعه انا عايز اعمل ايه؟ ايه وظيفه الانزيم؟ بيضيف مجموعه امين، بيشيل امين، بيضيف سي او 2، بيشيل سي او 2. يعمل زي ما هو عايز، بس اللي بيعمل موقع اسمه يا جماعه؟ الكاتاليتيك، واللي بيمسك موقع اسمه ايه؟ الكاتاليتيك. تاني بقى يا جماعه كده السؤال بتاعي يعني ايه كلمه اكتف سايت؟ دكتور الاكتف سايت هو عباره عن سبيسيفيك ريجون او سبيسيفيك سايت موجود على الانزيم وظيفته سبستريت بايندنج عشان السبستريت يمسك فيه وجواه موقعين او تو ريجون واحده اسمها كونتاكت والثانيه اسمها كاتاليتيك. خلاص كده قلت جملتين عن الاكتف سايت. لسه الجمله الثالثه بس قبل ما اقولها يا جماعه دكتور طب هو الانزيم كده مش جواه غير موقع واحد بس اسمه الاكتف سايت؟ لا الانزيم جواه موقعين. موقع اسمه الاكتف سايت قلنا ده بيمسك فيه مين؟ السبستريت. وموقع ثاني اهو شايف الموقع الثاني فين؟
هل يا جماعه الموقع الثاني له علاقه بالاكتف سايت؟ لا، ده اذر سايت، موقع ثاني خالص. وبسمي الموقع ده يا جماعه كلمه اسمها الاوستيريك سايت. اسمها ايه؟ ده كده اسمه الاوستيريك. يعني ايه الاوستيريك؟ بيعمل ايه؟ مش مشكلتنا. بس يا جماعه عايز اقول ان الموقع ده بتاع مين؟ بتاع الاكتف سايت. هو ممكن حد فيك يقول لي الموقع ده مين يمسك فيه؟ هو الزيكا بيمسك فيه حاجه؟ الكوفاكتور. ده الكوفاكتور هيمسك هنا يا جماعه الكوفاكتور، ما هو ده البروتين يمسك هنا الكوفاكتور. عموما مش موضوعنا، لسه هنتكلم على الاستريك سايت قدام ان شاء الله. نمسح كده. ابتدى يا جماعه ده الانزيم اهو، الناس اللي سرحانه ورا خليك سرحان زي ما انت كده. ده الانزيم اهو، وسمينا الموقع ده ايه؟ اكتف سايت. الاكتف سايت ده يا جماعه بيقول لي طبعا الجزء ده الانزيم عباره عن في تركيبه الكيميائي عباره عن ايه؟ بروتين، فاكيد جواه ميه واسعه. دايما يا جماعه بيكون طالع من الاكتف سايت كده المجموعات المميزه بتاعت الامينو اسيد. يعني ايه المجموعات المميزه؟ يعني كان في حاجه زمان اسمها الهيدروكسيل كونتيننج. ممكن الاقي الاو اتش جروب بتاع مين؟ بتاع الهيدروكسيل كونتيننج. او ممكن الاقي مجموعه اسمها الاس اتش بتاع مين؟ سلفر كونتيننج زي السيستاين. او ممكن الاقي مجموعه مميزه اسمها سي او او اتش. يبقى ده مين؟ اسيدك. ايه ربط المواعيه امينو اسيد في مجموعه اسمها سي او اتش ومجموعه اسمها ان اتش 2؟ ايه المميز في كده؟ لا، لما يكون فيها مجموعه زياده او مجموعه ان اتش 2 بتاع مين؟ بتاع بيزك امينو اسيد. فسالت اشمعنى؟ اشمعنى يا جماعه؟ عشان خاطر بصوا مين اللي جاي؟ السبستريت. يبقى السبستريت فيه مجموعه اسمها الاو اتش هو كمان، وده يفقد ده مع ده ويفقد ميه ويمسكوا مع بعض. مش يا جماعه السبستريت بيمسك في الاكتف سايت بالطريقه دي؟ بيكون في مجموعه مميزه موجوده والسبستريت عن طريق مجموعه هو كمان موجوده فيه، اي مجموعه بقى يقوموا يتحدوا مع بعض يطلعوا مثلا ميه ويمسكوا مع بعض. خلاص كده؟ تاني يا جماعه كده بقول ان الاكتف سايت فيه ثلاث جمل زي ما الانرجي كان فيها ثلاث جمل. ايه الثلاث جمل؟ يعني ايه اكتف سايت؟ دكتور عايز الاستريك سايت على الانزيم وظيفته سبستريت بايند. جواه كام ريجون؟ واحده اسمها كونتاكت والثانيه اسمها كاتاليست. هدول جملتين. الثالثه دكتور موجود في الاكتف سايت مجموعات مميزه زي مين؟ قلنا الاو اتش جروب بتاع الهيدروكسيل كونتين، الاس اتش جروب بتاع السلفر كونتين، الكربوكسيل بتاع الاسيدك، والامين بتاع البيزك امينوس. طلع يا جماعه اثنين علماء يفسروا لي كده خلاص موضوع اسمه الميكانيزم اوف اكشن اوف الانزيم على حسب الطاقه وعلى حسب الاكتف سايت. حد يفكرني يعني ايه كلمه ترانزيشن ستيت؟ هاي انرجي كومبليت ستيت موجوده فين؟ سبستريت ويل برودكت. يعني ايه اكتيفيشن انرجي؟ الطاقه الموجوده بين السبستريت والايه؟ والترانزيشن ستيت. قلنا يا جماعه كلما زادت الطاقه اللازمه للتفاعل كل ما الطاقه او التفاعل كان محتاج طاقه اكتر كل ما المعدل بتاع التفاعل. قلنا الانزيم بيشتغل ازاي؟ بيقلل لورنج اكتيفيشن انرجي. وثلاث ديفينيشن او ثلاث كلمات عن مين؟ عن الاكتف سايت. طلع اثنين علماء، راجل قلناه قبل كده زمان في الكربوهيدرات كان اسمه فيشر. فاكرين فيشر؟ وراجل ثاني كان اسمه كوشلاند. خدنا فيشر قبل كده. فيشر بيقول لي ايه يا جماعه النهارده؟ بدأوا يفسروا طبعا يا جماعه اللي انا بقوله ده تبع عنوان اسمه الاكتف سايت الميكانيزم اوف اكشن. بدا فيشر وكوشلاند يفسروا ازاي الانزيم بيمسك مع السبستريت، ازاي الانزيم هيمسك مع السبستريت، ازاي الانزيم هيقدر يدخل جوه الاكتف سايت. اول نظريه يا جماعه خدتوها في ثانويه عامه او في اعدادي او سمعتوا عنها قبل كده اسمها الكي اند لوك. نظريه دي يا جماعه القفل والمفتاح. بس الاول قبل ما اقول القفل والمفتاح، هو يا جماعه دلوقتي انا بتكلم على مين ومين؟ بتكلم على الانزيم والسبستريت. مين الانزيم ومين السبستريت؟ مين القفل ومين المفتاح؟ يعني يا جماعه ده الانزيم اهو، يبقى ده القفل ولا المفتاح؟ ده القفل، ده اللوك. يبقى يا جماعه اللوك هو عباره عن مين؟ هو عباره عن الانزيم. مين اللي هيدخل في القفل؟ ده المفتاح اللي هو مين؟ السبستريت. بيقول ايه بقى يا جماعه الراجل ده؟ بيقول يا دكتور بص الانزيم عامل زي القفل. هو القفل يا جماعه دي حاجه ناشفه ولا حاجه فليكسبل؟ حاجه ريجيد ولا حاجه فليكسبل؟ حاجه ريجيد. ليه يا دكتور؟ ولا يبقى ممكن اجيب قفل ومش معايا مفتاح؟
واجيب اي مفتاح وادخله بالعافيه وافتح القفل؟ اكيد لا طبعا. ليه دكتور؟ الاكتف سايد ده هيستقبل اي حد غير الشكل ده؟ لا. ليه يا جماعه؟ دكتور ده ممكن يكون اصلا الاكتف سايد بتاعك عامل كده، بص كده اهو، ده الاكتف سايد، ويكون السبستريت بتاعنا عامل كده. هل ممكن ده يمسك هنا؟ مستحيل. هل ممكن يا جماعه اجيب مفتاح بتاع اي قفل تاني واجي افتح بيه القفل ده؟ لا. لا ليه؟ لان يا جماعه الاكتف سايد بتاعي ماله؟ ريجن. بص كده، هات السبستريت ودخله بالعافيه. هيدخل؟ لا. عايز اقول ايه؟ عايز اقول كلمه واحده عشان يا جماعه السبستريت